أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان. محلة بيع اللحوم قبلة للعديد من المواطنين لاقتناء اللحم لاستخدامه في تحضير أطباق رمضان. شريت واحد شوية لبس طاح لي واحد 430، هذا ما كان كل على بالكم كل رمضان أنا قلت تمشي الحالة. لا غير شريت اختي جوست باش نبداو لا بريمير سيمان، شرينا شوية ليكوت، شريت شوية حم تاع شربة، وشريت شوية لافيون باش نبداو إن شاء الله الديجور الأولانيين حتى شوفوا موراها واش حنزيدوا نديروا إن شاء الله. ولأن طبق الشربة والبراك من الأطباق القارة في هذا الشهر، فإن الجزارين قاموا بتحضير كميات كبيرة من اللحم المخصص لتحضير هذين الطبقين. كاين إقبال الناس بداو يقضوا لرمضان وهم يدوا لرمضان شربة ويدوا راك تعرفي إقبال تاع الشربة كثرتها، يدوا تاع الشربة شربة والبيونداشي كي تعرفي هذه هي البراك، هذه هي إقبال عليهم بزاف. كل واحد يشي قيسو نشرو واش قدرنا وخلاص، على بالك شي غرا غالي بزاف نشرو واش قدرنا وخلاص، نمشو مع الوقت. شريت شويه الحم تاع الشوربه هذا ما كان، انا شويه شويه. مع اقتراب الشهر الفضيل يفضل العديد من المواطنين اقتناء ما يحتاجونه من اللحم لأسبوع أو لأسبوعين، كل حسب قدرته الشرائية، وهذا لتحضير مختلف الأطباق.